السلام عليكم. اليوم اختارينا نتكلموا على حاجة مهمة وموجودة في الضيعات، الا وهي الغبار، طريقة التخمير ديالو وعلى كيفية الاستعمال ديالو. وهذا الغبار كانوا جدودنا كيغبروا به الارض في موسم الخريف للفلاحة الشتوية باش كيجهزوا ارضهم استقبال موسم فلاحي جديد. وهذا الغبار الى تخدم كيولي جيد بزاف، فما علينا الا نحيدوا العجز وفي بلاصة ما نخليوه معرم نخدمو شوية ونوجدوه باش يرجع سماد عضوي جيد نتعاونو به بتسميد الأرض. حنا كمستشارين فلاحيين ومهتمين بالفلاحة القائمة على أسس عملية صحيحة، لازم علينا ننبهو الفلاح بخطورة استعمال السماد الحيواني بلا ما يتخمر. وحنا عارفين بلي هاد السماد قبل ما يتخمر كتكون فيه يرقات نيماتودة، كتكون فيه ممرضات فطرية كتسبب تعفن ديال الجذور، وكتكون فيه بذور الحشائش الحولية والجذور ديال النجيلة، الشيء اللي كيتسبب لينا من بعد في زيادة من استعمال المبيدات الكيماوية وزيادة في اليد العاملة اللي كتنظف الأرض من الحشائش. وهذا الشيء كله كيوصل الفلاح أنه يخسر بزاف وتزاد عنده التكاليف. وطريقة تخمير هذا الغبار باش يصبح سماد عضوي جيد هي كالتالي: نوجدو واحد المكان اللي تسع فيه الكمية اللي بغينا نخمروها، ننظفوه ونجهزوه ونحرصو على باش يكون بعيد ما أمكن من تيار الهواء. نقوم بتحضير الغبار وتكويمه وتقليبه ورش المياه عليه. يمكن وضع بعض الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية على الكومة قبل ما نغلقوها جيدا بقطعة بلاستيك كبيرة باش الهواء ما يتسرب ليهش. نخليوها شهرين أو 3 شهور مع تقليبها مرتين إلى 3 مرات خلال تلك المدة، وبهذه الطريقة تصبح جاهزة للتوزيع حول الأشجار المثمرة والخضروات. خوتي الفلاحة، كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة الصحيحة والمعقلنة ديال استعمال الغبار ديالنا، وهذا الشيء كله درناه باش ما يكون حتى شي أثر سلبي على التربة ديالنا أو الزراعة ديالنا بصفة عامة. والسلام عليكم.